الأمر إلى السيدة علا ضيفة الكريمة من موسكو. إذا كانت أهداف أوكرانيا فقط من هذه العملية كما ذكرت هي إحراج وإرباك بوتين أو الكريملين وإعادة الثقة العالمية بقدرات أوكرانيا مرة أخرى، رفع معنويات الشعب الأوكراني، هل نجح بالفعل في هذه الأهداف من وجهة النظر الروسية برأيك؟ مساء الخير لحضرتك وللضيوف. بكل تأكيد نحن هون لا نستطيع أن ننكر أنه الضربة الأوكرانية القوية بهذا الهجوم الذي أسمته روسيا إرهابي على كورس أحدث نوعا من البلبلة في الوسط الروسي. المواطنين الروس هنا بشكل عام يطالبون الدولة الروسية بالانتقام للقتلى الروس الذين سقطوا في مدينة كورسك، وخاصة عدد كبير من الأطفال قتل هناك. إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع زيلينسكي، يعني أحدث إرباك للرئيس بوتين، ربما بعض الشيء أصبح بوتين يشعر بالارتباك، أو يعني الموقف مخجل حقيقة أن دولة صغيرة مثل أوكرانيا تتخطى الحدود الروسية وتجتازها. لكن حقيقة هناك إشاعة في الوسط الروسي هنا في هذه الأيام عن أن روسيا تنصب كمين كبير لأوكرانيا، وهي ما تسمح لها بالتقدم يعني نحو المنطقة نحو قلب كورسك، أو ربما تسمح لها أكثر وأكثر ضمن الأراضي الروسية من أجل أن تلحق بها كمين أو ضربة قاسية تنهي عليها نهائيا. وهنا تكون روسيا حققت نصرا إعلاميا كبيرا. سيدة علا، 12 يوما من التوغل من 6 أغسطس وحتى يومنا هذا، أليس كافيا؟ أنا أعتقد أنه هذه خطة من الدولة الروسية، يعني تتميز الدولة الروسية والدبلوماسية الروسية ببرودة الدم وبرودة الأعصاب، شهدناها على مدى هذه الحرب أكثر من 2 سنين. دائما ما تفاجئنا روسيا بالمفاجآت الكبيرة، تراها تصمت 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 ومن ثم تقوم بمفاجآت كبيرة ترعب الجميع. أعتقد أنه هناك كمين، هناك خطة محبكة حباك متين من الدولة الروسية. في الأيام القليلة القريبة سوف نشهد انتقام كبير من روسيا، سوف نشهد دحر للقوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك نهائيا. لكن حقيقة مثل ما قالوا الضيوف، منطقة أوكرانيا منطقة كورسك جغرافيا هي منطقة صعبة، وحقيقة أنا درست فيها سنة في عام 2016 هذه المدينة وأقمت فيها. هي مدينة تشبه إلى حد كبير الريف، مثل ما قال الضيف أو الضيفة، البيوت هناك صغيرة، القرية ربما يكون فيها 20 إنسان فقط لا غير، لأنها قرى نائية بعيدة جدا على الحدود. يقال أن هناك العناصر الأوكران يختبئون في المنازل، في منازل المدنيين، أيضا في الغابات بين الأشجار، وهذا ما يحدث اليوم صعوبة للقوات الروسية بإمساكهم أو بالقضاء عليهم، لأن المنطقة الجغرافية صعبة، ولأن أيضا روسيا لا تريد إلحاق الأذى بالمواطنين الروس المدنيين. منطقة جغرافية صعبة، وبما أنها أيضا منطقة حدودية هي منطقة حساسة.